متابعينا الكرام في المملكة، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم آخر توقعات ومسجدات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة. متوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي وملموس في درجات حرارة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية هذا الأسبوع لتسود حينها أجواء حارة في عموم المناطق، حيث ترتفع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع لتتجاوز معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت العام بين 4 إلى 6 درجات مئوية، في حين تساوي معدلاتها نهار غد الثلاثاء. هنالك توقعات باستمرار الأجواء اللطيفة مع ساعة الليل بالرغم من هذا الارتفاع، نظرا لنشاط في الرياح الشمالية الغربية متوقع تدريجيا خلال ليالي هذا الأسبوع. ننتقل معكم الآن للحديث حول الأجواء المتوقعة ساعة الإفطار. 22 درجة مئوية هي الحارة المتوقعة مع أجواء مناسبة للإفطار برفقة العائلة والأصدقاء في الخارج. أما مع ساعة الليل المتأخرة تبقى الأجواء مائلة للبرودة كما نلاحظ. 15 درجة مئوية هي الحارة المتوقعة ساعة السحور، وبالتالي أجواء نستطيع أن نصفها أنها مقبولة أو غير مناسبة للإفطار بالخارج نظرا للبرودة النسبية في الأجواء. ننتقل معكم للحديث بشكل تفصيلي أكبر عن التوقعات الجوية الخاصة بالثلاث أيام القادمة. كما نلاحظ هناك ارتفاعات تدريجية وملموسة في درجات الحارة لتصبح مع نهاية الأسبوع بحدود 35 درجة مئوية في العاصمة عمان، مع توقعات بوجود غبار خفيف ومتفاوت بالأجواء نظرا لتأثير رياح شرقية قادمة من شمال الجزيرة العربية. مع ساعة الليل كما تحدثنا هناك النشاط في الرياح الشمالية الغربية، وبالتالي تكون الأجواء لطيفة أكثر مقارنة بساعات النهار. كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.